حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد الحجي، رئيس التوقعات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. بعد التحية أستاذ أحمد، توقعاتك لحالة الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات القادمة؟ مساء الخير ساعتي الكريمة، نرحب فيك والأخوة المستمعين الأخوة المشاهدين الأفاضل. طبعا مثل ما تفضلت، شهدت المملكة هذا اليوم طقس غير مستقر، تخللته أمطار وأمطار رعدية تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة في بعض المناطق، وكانت طبعا تركيز الأمطار في وسط وجنوب المملكة. وحسب صور الأغمار ورادار الطقس الحالي، تواجد بعض الخلايا شمال الخليج العربي تتحرك شرقا، يعني احنا لحد الآن ما في عندنا أي خلايا رعدية، ولكن يتكون متوقعينها خلال فترة المساء أو خلال فترة الليل تتكون خلايا رعدية شرق غرب المملكة، على طبعا شرق المملكة العربية السعودية، وتتحرك علينا خلال فترة الليل. فنتوقع إن شاء الله خلال بكرة راح تكون فرصة أكبر لأمطار رعدية متفرقة، وراح تستمر معنا إن شاء الله خلال 48 ساعة القادمة. نعم أستاذ أحمد، هل هناك من تحذيرات يعني من خلال شاشة مركز الأخبار في تلفزيون البحرين تودون أن يعني توجهها لمرتدي البر والبحر وأيضا إلى المواطنين والمقيمين؟ نعم، احنا طبعا اصدرنا تحذيرات بالنسبه للاخوه المرتادي البحر بعدم ارتياد البحر خلال هذه فتره التقلبات بسبب الرياح الهابطه والسحب الركاميه اللي تتكون على المنطقه، خاصه المناطق البحريه تكون شديده، سرعتها شديده جدا. نعم. وبالتالي بتاثر عليهم، فننصحهم بعدم ارتياد البحر خلال فتره التقلبات او خلال 48 ساعه القادمه. وأيضا الأخوة مرتادي الطريق والأخوة السائقين الكرام في أخذ الحيطة والحذر بسبب هذه أيضا التقلبات وتدني الرؤية المفاجئ، خاصة في الطرقات السريعة واللي مسافرين في البر، يأخذون حذرهم لأنه راح تكون طبعا هناك أمطار ممكن تكون غزيرة نوعا ما تحجب الرؤية الأفقية. أتمنى السلامة طبعا للجميع. نعم، والله يجعلها أمطار خير وبركة على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. الأستاذ أحمد الحجي، رئيس التوقعات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.